ست أسئلة تجذب كل البنات بالإجابة عليها وبدون تردد. خلينا نشوف ونتعرف شو هن. السؤال الأول اللي بيتوجه للبنت وبيكون جوابها كذب أغلب الأوقات هو عمرها الحقيقي. بصراحة هيدا السؤال كل البنات بيعتبروه سؤال وقح جريء وبيتخطى الخطوط الحمر اللي ممكن يسمحوا فيه، لكن إذا طرح عليهم فالإجابة بتكون على طول رقم مش حقيقي. يعني إذا كانت البنت صغيرة بالعمر فهي غالبا بتكبر حالها بضع سنوات، وإذا كانت كبيرة فبالتأكيد بتصغر حالها بضع سنوات. العلماء بيقولوا وبدراسات مختلفة إنه حوالي نص البنات اللي تجاوزوا 30 سنة بكذبوا بشأن أعمارهم، فالمرأة بطبيعتها بتحب على طول إنها تبين أصغر من عمرها الحقيقي. السؤال الثاني اللي بتكذب البنات بالجواب عليه هو وزنها الفعلي. الوزن هو سر من الأسرار اللي كل البنات ما بيكشفوه بشكل حقيقي، وعلى نفس المعيار إذا كان وزنها كتير فهي بتحاول تنزل كم كيلو عطول، ما بتحكي الحقيقة اللي بتظهر على الميزان ولكن بتعطي رقم لوزنها أقل بكم كيلو من الوزن الفعلي وأحيانا بكذا كيلو، وإذا كان وزنها قليل بتحاول تزود شوي حتى تبين إنها بقوام طبيعي مش نحيف كتير. السؤال الثالث اللي بتكذب البنات بالجواب عليه هو الراتب الشهري. 77% من البنات بيكذبوا بخصوص المعاش اللي بيقبضوا شهريا على الوظيفة اللي بيقوموا فيها بالعمل. طبعا عم نحكي هون عن المرأة العاملة الموظفة اللي بتقوم بعمل خاص، فإذا سألت عن معاشها غالبا بتحاول الفتاة تزود هيدا المعاش لتبين انه هي بتتقاضى راتب مهم وبتقوم بوظيفة كتير مهمة، وأحيانا الفتاة بتفضل إنها تخبي المعاش الحقيقي اللي بتقبضه حتى ما تعمل مقارنة بين الراتب اللي أنت بتحصل عليه والراتب اللي هي بتتقاضى. السؤال الرابع اللي بتكذب عليه أغلب الفتيات هو عدد العلاقات اللي عاشتهم بحياتها. عم نحكي عن علاقات الحب والتعارف اللي مرقت فيهم خلال سنوات حياتها. الفتاة غالبا وخصوصا بمجتمعاتنا العربية لما تتعرف عليها وتسألها إذا كانت عاشت قصة حب من قبل، فأغلب الفتيات بينكروا هيدا الشيء وبيعتبروا إنه الاعتراف بعلاقات سابقة ممكن يضر بسمعتهم الحالية أو يعطي انطباع مش منيح عنهم لشاب جديد اللي جاي يتعرف عليهم. كرمال هيك أغلب البنات بينفوا مرورهم بعلاقات حب سابقة، مع العلم إنه أغلب البنات بيكونوا قطعوا بكذا علاقة حب قبل الزواج والارتباط الرسمي. السؤال الخامس اللي بتكذب كل البنات لما تجاوب عليه هو قديش المال مهم بالنسبة لها. إذا كنت قاعد مع بنت وعم تتعرف عليها بأول محادثة أو حتى بتاني وتالت محادثة وسألت السؤال التقليدي هو قديش بيعني لها المال بحياتها، فرح يكون جوابها غالبا مثالي ورح تقلك بشكل مباشر إنه المال ما بهمها كتير ولا بيعني لها، والأهم بالنسبة لها هو الأخلاق أو العلاقات الإنسانية. طبعا هيدا الشيء منه واقعي على الإطلاق. نوصل للسؤال الأخير معنا بهالفيديو اللي ممكن البنات لما ينسألوه يجاوبوا بطريقة مش صادة. السؤال بيقول قديش لازمك وقت لتكوني جاهزة لحتى نطلع؟ أكيد أغلب البنات بتقلك يلا جاهزة 5 دقايق، لكن الحقيقة بيكون أنت مضطر تنطر أكتر بكتير من هيدا الوقت، يعني بدك تتوقع ساعة أو أقل أو أكثر. طيب هيدي هي إذن الأسئلة الستة اللي ممكن البنات يكذبوا لما يجاوبوا عليها. إذا في أسئلة تانية بتعرفوها خبرونا عنها بالتعليقات أسفل الفيديو.